التاسعة صباحا في القاهرة، مغرد الأهم بالأخبار، أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وفي اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد ترامب على قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع ما بين البلدين مع حرصها على مواصلة تطوير الشراكة فيما بينهما في المجالات كافة، معلنا اعتزامه زيارة للقاهرة في أقرب فرصة ممكنة. في جانبه أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بزيارة الرئيس ترامب للقاهرة في أقرب فرصة لمواصلة التبحث حول سبل استعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب. تنظم وزارة التضامن الاجتماعي اليوم احتفالية كبرى تحت عنوان نحو حماية اجتماعية شاملة بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء. من المقرر ان تستعرض الاحتفالية انجازات برنامج تكافل وكرامة، خاصة بعدما وصل عدد المستفيدين منه الى اكثر من 1,700,000 اسرة. تستأنف اليوم بمدينة جنيف السويسرية المفاوضات السورية ما بين وفدي الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، وقد أعرب المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا عن أمله في أن يطبق بالكامل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إقامة مناطق خفض التصعيد في البلاد، مشيرا إلى أن القضايا السياسية والإنسانية هي أولوية في مفاوضات جنيف. أعلنت الكويت استعدادها لاستضافة أطراف النزاع اليمني شريطة أن يكون ذلك للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة وليس لجولة ماراثونية جديدة من المشاورات كما حدث العام الماضي. يأتي هذا بالتزامن مع جولة جديدة للمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ودي الشيخ أحمد لإحياء عملية السلام والتوصل لهدنة قبل شهر رمضان. من المقرر أن تشمل جولة المبعوث الأممي لقاء مع وفد المتمردين في العاصمة العمانية مسقط. نهاية مجلس الأخبار، شكرا لكم وإلى ملتقى آخر.